عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا منتج جدا جميل من براون، هي عبارة عن كاوية بخار كير ستايل البخارية بقوة 2400 واط، أفضل هدية ممكن الواحد يأخذها لبيته. طبعا مميزات الكاوية هذه انك تقدر تستخدمها 2 في 1، تقدر تستخدمها على الملابس المعلقة وتقدر تستخدمها على الملابس المفرودة بالشكل هذا. مجرد ما تكوي الملابس من جهة واحدة راح تنكوي معاك من الجهة الثانية اوتوماتيك. طبعا الأدجاست حق الحرارة هنا مو زي الكاويات القديمة بتضبط الحرارة فيها، مجرد ما تحطها على أي نوع قماش راح تحدد درجة الحرارة لكل قطعة قماش، ما راح تحرق أبدا أي نوع قماش. إذا نسيتها شغالة برضو راح تفصل معاك بعد 10 دقائق من التشغيل. بالإضافة لذلك إنه عندك خزان هنا موية بسعة 1.2 لتر، تقدر تعبيله أي نوع موية من البزبوز، مو شرط موية صحة. ليش؟ لانه عندك فيه هنا سنسور يتجمع فيه الكلس، يعني ما راح تتقفل معاك المسافات لما تعبيه مويه من البزبوز، فراح يتجمع معاك هنا في الكلس هذا. بعد 3 شهور أو 4 شهور من الاستخدام يحتاج له تنظيف فقط بالمويه. توفير الطاقه حقها 50% اقل من الكاويات العاديه طبعا، وتوفر معاك في الوقت. ليش؟ لانك انت تحتاج انك تكوي من جهه واحده فقط خلاص، فتوفر معاك في الوقت وفي الطاقه. عندك هنا فيها دبل ستيم، الكاوية البخارية الوحيدة اللي فيها دبل ستيم، فقوة بخار جدا عالية. اعتقد انه افضل هدية الواحد ممكن يقدمها لبيته. شكرا جزيلا.